طيب، في قضية بقى مهمة جدا، وهذه القضية تم استغلالها على استحياء، لكن اعتقد انه هيتم استغلالها بشكل كبير خلال الفترة الجاية. وهي ايه؟ انتوا سمعتوا حضراتكم عن اللائحة الموحدة في وزارة قطاع الأعمال، اللائحة الموحدة الجديدة. وزارة قطاع الأعمال وزارة وضعها صعب جدا. ليه وضعها صعب جدا؟ يعني عايز أقول لحضراتكم على حاجة، إنه الإنفاق السنوي على الأجور في 2019، الإنفاق السنوي للأجور في 2019 كان حوالي 17.5 مليار جنيه أجور. طيب، في 48 شركة من شركات قطاع الأعمال خسران. في أكتر من كده، في زيادة في العمالة في شركات قطاع الأعمال توصل ل80%. هشام توفيق وزير قطاع الأعمال لما جه اشتغل على اللائحة بتاعة الأجور بتاعة قطاع الأعمال ده، قال والله إحنا هنعمل لائحة جديدة، لائحة موحدة جديدة. هذه اللائحة تقوم على ربط الأجور بالإنتاج، بمعنى انه مفيش شركة خسرانة يتم التعامل معاها زي ما يتم التعامل مع شركة بتكسب. منطق. هو عمل هذه اللائحة، مشروع هذه اللائحة، وبدأ يبعته للناس عشان يدير نقاش مجتمعي حواليه. تحديدا الجماعة العاملين في قطاع التأمين، وهم عدد كبير، يعني انت بتتكلم عن 12,000 واحد ب 12,000 أسرة شغالين في قطاع التأمين، قال لك لا، اللائحة دي هتخرب بيتنا وهتعمل لنا مشاكل. مش هي دي النقطة، لكن بدأت قناة زي قناة الجزيرة تاخد الكلام اللي بيكتبه الناس العاملين في قطاع التأمين على الفيسبوك، وبادئين يسخنوا في الاتجاه ده. بتتكلم على كام؟ 12,000 واحد، عدد كبير، وبينفخوا في النار انه اللائحة دي هتدمر الناس، وهتنزع من العاملين في قطاع التأمين، وهم عدد كبير زي ما قلت لحضراتكم، هتنزع منهم صلاحياتهم ومميزاتهم واللي بياخدوه. فأول حاجة عاوزين بس نستبعد حكاية الايه؟ انه حد يستغلكم، يعني حد الناس في قطاع التأمين لهم الحق في ان يكتبوا ويتحدثوا، لكن يا جماعة مش عايزين حد يستخدمكم او حد يضرب البلد بيكم. وخلينا نسمع ليه تفاصيل اكتر من الاستاذ احمد خطاب، ممثل اتحاد عمال مصر في ادارة الشركة القابضة للتأمين. استاذ احمد خطاب، اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك حضرتك. يعني اتفضل مع حضرتك. اتفضل. انا كنت بشير يا فندم الى اللائحة الموحدة الجديدة، وقلت انه من حق العاملين في قطاع التأمين او في اي قطاع حتى يرى انه هذه اللائحة هتبقى يعني ليست في صالحه او هتضره او هتحرمه من مميزات كان بيحصل عليها، انه يعترض. لكن في مشكله، لان احنا لقينا قناه الجزيره، انت عارف اللي هم ايه، هواه النفخ في النار، خدوا بعض بوستات الاخوه اللي شغالين في قطاع التامين وبداوا يولعوا فيها، وبعد شويه يقول لك يعني لا انزلوا، لا اعترضوا، لا كسروا. قول لنا الموقف كله على بعضه ايه. لا طبعا احنا مالناش في الحاجات دي، احنا ناس كلنا متعلمين وعارفين كويس قوي ان البلد والمخاطر اللي بتمر بيها البلد، انما قناه الجزيره انها تخش على الفيس وتاخد اي مناظر وتبدا تعمل فيها الكلام الفاضي دوت، لا طبعا احنا يعني الموضوع ده اساسا احنا ضده اساسا، وضد قناه الجزيره ومكملين والكلام الفاضي بتاع الاخوان دوت، لان احنا مع البلد ومع الرئيس اساسا، وعارفين ان الرئيس دايما في ظهر العمال، ولما بنستغيث بالرئيس، مش بنستغيث بحد غريب، لا ده احنا العمال كلهم بيستغيثوا بالرئيس، وعارفين ان الرئيس بيبقى في ظهر العاملين وبيدور على الناس اللي هم الغلابه دول ان يقف جنبهم على طول بصفه مستمره. فالحته دي جزئيه الجزيره. طيب دي يعني يعني انت بتتكلم دلوقتي كمان بلسان كل الـ يعني اللي هم المنتمين للنقابه العامه للبنوك والتامينات. طبعا. يعني بتتكلم ان كلهم ورا الرئيس، وكلهم بيحبوا الرئيس اساسا. طيب، فاذا انت يعني بتقول اهو حتى بدي رسالتك للناس انه يعني ما نديش فرصه لحد انه يستغل هذا الموقف. لكن انا عايز اسالك برضو، لانه الوزير قال الكلام اللي عنده، قال والله احنا عاملين لائحه
هذه اللائحة بنربط فيها الأجور بالإنتاج، وأنه هذه اللائحة بتحسن أو بتطور الوضع في قطاع الأعمال. وقال كمان أنه هذه اللائحة لا تزال خاضعة للنقاش المجتمعي، يعني ما أقرتش لسه. طب العاملين في قطاع التأمين يا فندم، يعني إيه اللي مزعلهم في الموضوع ده؟ طبعا، لان اللائحه فعلا لما جت لنا وقريناها انا ما لقيتش بند في اللائحه لمصلحه العاملين. جميع البنود اللي في اللائحه الجديده تضر بالعاملين. تمام، حضرتك زي ايه؟ بس انا حد ما انا حاضر حضرتك فكره بس. يعني قطاع التامين اساسا هو اللي وقف وعوض جميع السيارات، 2000 سياره اتسرقت من 2011 ل 2014 ايام الثوره. هو اللي عوض جميع الحرائق اللي عملها الاخوان المسلمين، هو اللي عوض جميع القرى السياحيه في السيول اللي حصلت. قطاع التامين هو اللي مامن على مصر الطيران واسطول مصر الطيران، قطاع البترول بالكامل، المباني الحكوميه، جميع جهات الدوله. حضرتك بقى قطاع التامين، حضرتك قلت في 48 شركه خسرانه. ماشي، ازاي اتساوى ب 48 شركه خسرانه وانا سنويا بورد للدوله مش اقل من 4 مليار جنيه حصه الدوله في الارباح بالاضافه الى الضرائب والتامينات والدمغات. يبقى انا اتعامل ازاي كشركه خسرانه؟ او بمعنى اصح، هل ينفع شركه تامين تتعامل انها مصنع؟ تبقى لائحه موحده ازاي ما بين شركات تامين اللي هي مجموعه ماليه غير مصرفيه تتعامل كانها مصنع؟ طب انا هقول لك يا استاذ احمد، معلش، لان احنا برضو بنستفسر منك. يعني هي فكره اللائحه يا فندم ان هو بيربط الاجور بالانتاج. طب ما هو انت منتج، يعني شركاتكم دي موجوده. احنا بنقدم خدمه يا ريس، احنا بنقدم خدمه، مش مصنع بينتج مثلا غزل ونسيج او كذا، لا، احنا قطاع بيقدم خدمات مدفوعه الاجر. كويس، مش مصنع. بس احنا انت بس يعني حضرتك بس انت قطاع التامين، ما هو انتوا الفلوس الناس بتدفعها دي بيتم استثمارها، مش كده؟ اكيد طبعا، وفيها لان أرباح. انا اجمالي، طب اقول لحضرتك حاجه، انا اجمالي اقساط قطاع التامين السنه دي مش هيقل عن 14 مليار جنيه. تمام، حضرتك بتضخ في شركات الغزل والنسيج والمحالج عشان تعيد تشغيلها تاني 22 مليار جنيه. انا الاستثمار كله في العاملين اللي بستثمر فيهم. يبقى انا لما يكون شركه بتحقق 4 مليار جنيه في السنه ما ادهمش حوافز المكافات، ما هو دي الاسابه اللي معالي الوزير بيقول عليها، بيقول لك ايه، كسبني وانا كسبك. طب حضرتك احنا دلوقتي بنكسب وبنكسب حضرتك، طب حضرتك بتغير اللائحه وبتحطلي لائحه مصنع ما تمشيش خالص. طب حضرتك اقعد معانا وناقش معانا اللائحه القديمه. طب انتوا طلبتوا تقعدوا مع الوزير يا فندم؟ بس هو حضرتك احنا طالبين نقعد مع، بس برضه مصر على اللائحه ديت، وانا عارف ان اصل هي المشكله في حاجه يا راجل. القانون الجديد يقول لك خد راي اللجنه النقابيه. وممكن ما تعملش بيه. للاسف. فهي الخوف كله من كده، انا هقول لك ارائي وكل حاجه وفجاه اليك طلعت اللائحه وعملتها. طب ما يبقى ما عملتش. طب انت لو حددنا، معلش، لو حددنا المطالب الاساسيه او وجهه النظر يعني الاساسيه بتاعه العاملين في مجال التامين، نعرضها قدام الناس وهتبقى واصله للوزير، عشان هو بيقول ان احنا هنعمل حوار مجتمعي. لو قلت لي في نقاط 1 2 3 4 عاوزين يبقى اللائحه فيها كذا، هي حضرتك اللائحه بتاعتنا احنا لينا لائحه خاصه بالقطاع بالشركه الخاصه للتأمين. فانتوا عايزين تفضلوا ماشيين عليها، يتناقش معانا فيها، لو في اي اعتراضات على اي حاجه ممكن نتكلم معاه فيها. انما انا دلوقتي مطلوب مننا انا اجي اناقش لائحه جديده خاصه بالمصانع. يعني مش راكبه معانا كتامين، احنا مجموعه ماليه غير مصرفيه، يعني الطبيعي ان احنا ما كناش تبقى تبع وزاره قطاع الاعمال من اساسه. تمام، احنا دايما كنا وزاره الاستثمار او وزاره التخطيط. يعني يا استاذ احمد دلوقتي انتوا بتطلبوا انه الوزير يناقشكم في اللائحه اللي انتوا شغالين عليها، ويشوف لو في حاجه بتتعدل، ونشوف لو في حاجه تتعدل او حاجه، فانتوا مش مانعين في ده، لكن الاعتراض ان هو يساويك وانت مجال بتكسب وبتربح وبتستثمر في العاملين انه يساويك باللي بيخسروا. بس هي دي. تمام، بس الفكره بس، وان احنا مش مصنع، احنا مش مصنع. انا عايز بس اوضح لمعالي الوزير، يا معالي الوزير، شركات التامين مجموعه ماليه غير مصرفيه، يعني زي البنوك. تمام، طيب احنا وبعدين مؤثره جدا في الاقتصاد وعاملين شغل كويس جدا في الاقتصاد، واقفين مع البلد كلنا. طبعا انا بقول صوتك اهو لمعالي وزير قطاع الاعمال هشام توفيق، وانا عارف انه يعني بيدير حوار حول هذه اللائحه بحيث انه ما يحصلش صدام يا معالي الوزير. يعني حضرتك شفت مثلا، والكلام ده ما يزعلش حد، يعني شفت مثلا التنفيذ بتاع قانون التصالح عمل مشاكل للبلد. يعني القانون حق، لكن تنفيذه
عمل مشاكل كتير وعمل صدام كتير. فاحنا هنا مش في اطار، مش في اطار انه حد بيلوي دراع الدوله او بيجبر الدوله على ان هي او بيعطل الدوله، لكن على الاقل إن بنسمع من الناس وبنشوف هل لديهم حق فيما يقولون، فبقى ماشي في تنفيذ اللي هم عايزينه. ما عندهمش حق نبدا نشرح للناس هذا الموضوع. مش عايزين خناقات كبيره في البلد مع قطاعات كبيرة، لأنه ده كلنا بندفع ثمنه غالي، مع أنه المسألة سهلة. يعني رئيس الوزراء في مسألة قانون التصالح ده، أنا فاكر يوم ما رحنا بنها وقعد يتكلم ويشرح ويقول، ناس بتفهم، الناس في مصر عايزة تسمع، عايزة تسمع حد، عايزة حد يديها اعتبارها، يشرح لها، يلخص لها الموضوع، يقول لا والله احنا واحد اتنين تلاتة ده اللي عندنا، نقدر نعمل ايه مع بعض؟ طب انت عليك كذا، انا عليا كذا، لكن احنا مش عايزين حاجات فوقية. لان الاستاذ احمد خطاب وهو ممثل اتحاد ممثل العمال اتحاد عمال مصر في ادارة القبضة للتأمين، قال كلمة خطيرة جدا، قال ما احنا هنروح نقعد مع الوزير ونقول له اللي احنا عايزينه وبعدين اللائحة هتطلع زي ما هم عايزين، لا احنا عايزين الروح دي تنتهي. أتمنى، ومش بس عندي وزير قطاع الأعمال، عندي كل الوزراء، يا جماعة نسمع الناس ونتجاوب معاهم ونرد عليهم ونفهمهم. والحقيقة وزير قطاع الأعمال وهو صديق عزيز وأنا بعتز به جدا، وإن شاء الله يبقى بيننا حوار نوضح للناس هذا الموضوع.